بسم الله الرحمن الرحيم. راح أشرح إن شاء الله برنامج إيميز. برنامج إيميز هو أحد برامج العروض التقديمية. راح أذكر مميزات الموقع وطريقة تسجيل وكيفية إنشاء عروض تقديمية بهذا الموقع. موقع إيميز مشابه لبرنامج الباوربوينت تبع المايكروسوفت أوفيس، لكن برنامج إيميز طريقته مبتكرة أكثر من باوربوينت، وعنده ميزة العرض الزوم إن والزوم أوت مثل برنامج إمبريزي. وإذا حين نبي ندخل على برنامج إيميز يكون عن طريق شبكة الإنترنت جوجل كروم أو إنترنت إكسبلورر. راح أروح هني وأكتب الموقع www.emaze.com. ظهرت لي واجهة الموقع، وهذه الصفحة الرئيسية للموقع، وأيضا ظهرت لي شعار الموقع emaze. تسجيل الدخول سهلة جدا، مجرد البريد الإلكتروني والباسورد، وراح يطلب مني تأكيد كلمة المرور ويطرح علي تساؤلات عن المجال الخاص فيه. من مميزات الموقع أنها تدعم اللغة العربية، وأيضا من مميزاته أن مستخدم هالبرنامج إن كان طالب أو معلم، مجرد أنه يسجل بريد إلكتروني الخاص بالجامعة، هذه الميزة أن لمن يبي يحفظ العروض التقديمية اللي هو سواء راح يكون هناك خصومات عشان ينزله. مثلا الحين راح أكتب إذا أنا جديد غير مسجل راح أضغط هذا، وراح أكتب بريد إلكتروني جديد. مثل ما أنتم شايفين كتبت الإيميل، الحين أكتب الباسورد، وراح يطلع لي تأكيد الباسورد والسؤال أو المجال اللي نبي. هذا إذا كنا مو مسجلين فيه، لا بنسجل تونا. أنا الحين عندي أكاونت، الحين راح أكتبه. تسجيل دخول. نقلني إلى صفحتي اللي أنا راح أقدر أنشأ فيها العروض التقديمية الخاصة فيني. راح نتعرف على مكونات الصفحة. بالبداية راح أضغط على مني، راح يطلع لي My Account، راح أضغط عليه. هذا راح يطلع لي My Profile. My Profile إن أكتب اسمي، مني Location، مثلا أنا راح أكتب كويت. مني الويب سايت راح أكتب إيميلي. About مني يعني راح أكتب النبذة عني، وأكتب Save، وبس راح ينحفظ عندي. راح أتكلم عن هالخيارات My, Shared, Explore. My هو المنطقة اللي راح أشتغل عليها. راح يطلع لي أول صفحة Great New Emails اللي راح أشتغل فيها، يعني إبداء عرض تقديمي جديد. وهذا إذا عرض تقديمي مسوينا من قبل عشان الواحد يتعرف عليه، إذا نبن نعدله إديت أو نبن طالعه. هذه إيميزي فاي يور باوربوينت. إذا ضغطت عليه، إذا بضيف أي باوربوينت من الجهاز أو من الانترنت. مني ابجريد هالأداة اذا كنت ابي اسوي البيرجن يكون اللي هو بفلوس او خصم. مثلا ضغطت عليه، هذا الخصم اللي قلت لكم مال اكاونت الجامعة اللي هو $9.
وهذا إذا كان عندي أي سؤال أو استفسار عن طريق هذيله، مثلا أضغط عليه Support Center، هو مركز الدعم، ينقلنا إلى صفحة الدعم الموجودة كل الفيديوهات القصيرة يشرح الموقع. وفي حال المستخدم عنده أي سؤال عن هالبرنامج يحط Contact Us ويكتب السؤال. نرجع حق الصفحة الرئيسية. الحين نبي ننشأ عرض تقديمي جديد. عندي خيارين، يا أن أضغط على Create New Emails أو أضغط على New لإنشاء عرض تقديمي جديد. راح أضغط على New Presentation لأني بسوي Presentation. عندي هذه العينات، العروض التقديمية مثل example اللي أقدر أختار منها، بشوف أنا أي عينة تعجبني راح أختارها وأسوي في العرض اللي أنا أبي. ومني كل عرض مكتوب عليه شنو هو story training كل شيء. إذا كان هو 3D راح أختار أنا العرض اللي أبي، مثلاً جاليري صالة العرض راح اختاره. الإيديت يعني إذا أنا أبي أعدل عليه وأشوف الشغل. ريفيو إذا أبي أطالعه، أنا الحين أبي أعدل عليه. مثل ما أنتم شايفين طلعت لي الصفحة. قبل ما أبدي وأغير أي شيء راح نتعرف على الأدوات الموجودة. أداة تكست راح يقول لي إن أحط الكلام يا بالعنوان أو بالعنوان الرئيسي أو العنوان الفرعي. أداة إيمج هني أقدر أضيف صورة من جهاز كمبيوتر، من جهاز الكمبيوتر أو من الإنترنت، يعني أخذ الكود أو اليو آر إل كوبي بيست وحطه مني وراح يطلع لي صورة. الميديا الفيديو أقدر أضيف فيديو من جهاز الكمبيوتر أيضاً أو بالإنترنت نفس طريقة الصورة، أخذ اليو آر إل كوبي وبست وأضغط عليه. الشيب أشكال الصورة أقدر أضيف الشكل اللي أبي أنا. وشارت هو جداول الإحصائية، بس ما أقدر أضيف البيانات هني، لازم عن طريق برنامج إكسل عشان أقدر أضيف البيانات. وهذه الأداة أداة تراجع، وهذا إذا أبي أرجع. مثل ما أنتم شايفين كوبي، أداة كوبي أقدر أضغط عليه أو أضغط من الكيبورد كنترول وسي. أداة بيست هم أقدر أضغط هذا بيست أو من الكيبورد كنترول بي. ديليت إذا بمسح أي شيء أنا سويته غلط. سيف، داونلود، شير، فيو. السيف ميزة هالبرنامج إنه يحفظ تلقائي حتى لو أنا ما حفظته، يعني لا سمح الله إن انطفى الكمبيوتر فجأة راح أكون واثقة إن شغلي ما نمسح لأنه ينحفظ تلقائي. الشير أشارك هذا الفيديو مع أي حد مثل ما أنتم شايفين عن طريق الفيسبوك، تويتر، جوجل، إن أو من هالبرنامج. إذا مثلاً أنا أبي أدز هالبرنامج حق شخص معين فأقدر أحط إيميله وسند بس. أداة الفيو بعد ما أخلص من إنشاء العرض أقدر أشوفه قبل ما أحفظه. حين ننتقل حق هالأداة أدد، أيقونة أدد راح يطلع لي شرائح الموجودة بالعرض اللي أنا اخترته. أقدر أختار أي شريحة وأعدلها عليها، يعني أختار أي شريحة وأعدل عليها، أو في شريحة فاضية أقدر أضيف أي شيء أنا أبي
من صورة، من فيديو، من كلام، من ناس، من كل شيء. أداة select مثل ما أنتم شايفين أقدر أجزء العرض التقديمي، مثلاً إذا ضغطت عليه راح يطلع لي من تحت section title، أقدر أمسحه بالضغط على X عشان أجزأه. setting لما أضغط عليه راح يطلع لي themes، إذا أبي أغير أي نمط من الشريحة نفسها يعني أختار واحدة منهم، إذا كنت أبي هذا شوف الخلفية شلون طلعت، وإذا أبي أرجعها حق الخلفية العادية ردت حق الخلفية العادية. الحين بعدل النص. لما أعدل النص أنا موضوعي عن، يعني أمسح هذا لأن أنا موضوعي عن الآلات الموسيقية، مثلا الحين أكتب الآلات الموسيقية فأضغط عليه. الحين نقدر نغير اللون، نحدده بالبداية، أقدر أغير اللون اللي أنا أبي، أضغط زائد عشان يطلع لي الألوان أو الخيارات اللي موجودة، راح أختار اللون اللي أبي، وأقدر هم أختار الـ background الخلفية، مثلاً أبيها بيضة، أبيها زرقاء، أبيها اللون اللي أنا أبي أو مثل ما هي. الأفكت أقدر أغير التأثير شنو أبي شلون، أقدر أخلي هذه، أقدر أخلي العنوان بشكل خلفية مثل ما أنتوا قاعد تشوفون، قاعد يصير إنه لونه فاتح، أقدر أخليه خلفية. ومني إذا أبي أخليه نقاط، بس أنا ما أبي، وهذه المحاذاة إذا أبي من اليمين أو من اليسار، وهذه اتجاه النص، وهذا ارتباط تشعبي إذا بربط صورة أو فيديو. هالأداة تارجت، مثلا أضغط على الآلات، تارجت مثلا أضغط مني بس الآلات، شوفوا راح يطلع لي تحت، راح يطلع لي طبعا أقدر أتحكم وين أبي أودي أنا، هذا هو التارجت. الصوت، هالأداة الصوت أقدر أضيف على النص صوت، هالأداة أرنج. اللوك ميزته إذا حطيت لوك وارتباط تشعبي، طبعا لما أحط لوك ما راح يتحرك ولا شيء، بس إذا ربطت الصورة مع الفيديو راح يشتغل إذا ما خليته أنلوك، إذا حطيته أنلوك ما راح يتفعل. وهذه الاستدارة شوفوها شلون تكون على الطريقة اللي أنا أبيها. الثريدي هم أنا أتحكم فيه شلون يكون. وهذه الأداة مثل ما قلت لكم إذا أبي أنا تايتل أو أن يكون فرعي أو رئيسي، وهذا إذا أبي كبير صغير الحجم اللي أنا أبي، وهذه الأداة إذا أي محاذاة شلون بالنص على جنب ولا لا، وهذا إذا أبي سميك أو ضعيف.